بسم الله الرحيم، حلقة جديدة من معلومة على الماشي. كنا اتكلمنا من أول امبارح عن أصل الفانوس ومدفع رمضان، وطلبوا بعض الأصدقاء نتكلم عن أصل كلمة وحوي يا وحوي إياحا. في الواقع الكلمة دي كلمة فرعونية، كلمة واح بمعنى مرحبا أو عاش، نوع من الترحيب يعني، وإياح بمعنى القمر. وأصل الكلمة كانت إياح حتب اللي هي أم الملك أحمس. طبعا عارفين قصة الهكسوس اللي احتل الجزء الشمالي من مصر، ثم جه كان في وقت الملك سقنن-رع هو اللي حاول يخرجهم، فالملك سقنن-رع ما قدرش يخرجهم، يعني استمرت الحرب بينه وبين الهكسوس لكن ما انتصرش عليهم. فكانت مرات سقنن-رع دي اسمها إياح حتب. إياح بمعنى قمر وحتب بمعنى الزمان، فعلا هي قمر الزمان، لكن كانت اختصارا بيتقال لها إياح. إياح حتب دي بعد ما مات جوزها وما انتهتش الحرب، فشجعت ابنها الكبير إن هو يحارب لغاية ما يطرد الهكسوس، ما تمكنش برضه. فابنها التاني اللي هو أحمس هو اللي نجح في طرد الهكسوس، وقدم هو وأمه يعني بعد ما انتصروا. فالأهالي المصريين رحبوا بالأم العظيمة دي وقالوا لها واح واح إياح، بمعنى مرحبا مرحبا يا إياح، يعني يا قمر، أو عاشت عاشت الملكة إياح. دي الكلمة الفرعونية. بعد كده في القبطية واح تحولت إلى وحوي، وإياح زي ما هي إياح بمعنى القمر أو الهلال. مع دخول الإسلام طبعا في كل رمضان بيبقى في تحري رؤية الهلال، فالناس بتنده على بعضها بتقول تعالوا نشوف الهلال، فبقت وحوي بمعنى تعالوا، وحوي وحوي إياح يعني تعالوا نشوف الهلال. بالمناسبة المصريين فضلوا فترة كبيرة جدا يتكلموا بالقبطية مع بعض ويتكلموا بالعربية مع العرب، زي النهاردة مثلا النوبيين. النوبيين بيتكلموا لغاية دلوقتي مع بعض باللغة النوبية، وبيتكلموا مع المصريين أو مع غير النوبيين باللغة العربية أو اللغة الأسوانية، يعني اللهجة الأسوانية. فالمصريين كلهم، بالمناسبة كلمة قبط بمعنى مصري مش معناها مسيحي، هي معناها المصري اللي هو من أصل مصري مش من أصل عربي. فالمصريين اللي هم الأصليين فضلوا فترة كبيرة، يمكن 300 أو 400 ويمكن أكتر من كده سنة، يعني يمكن لغاية دخول الفاطميين، ويمكن كمان في أثناء في عهد الفاطميين ما بقتش اللغة العربية اللغة هي اللغة الأم لمعظم الشعب المصري غير في أواخر عهد الفاطميين، يمكن أوائل عهد الأيوبيين. في الفترة دي كلها كان المصريين بيصلوا وبيصوموا باللغة العربية، يعني العبادات باللغة العربية، بيتكلموا في المساجد مع العرب مع المسلمين، وهم كانوا مسلمين في معظمهم بيتكلموا باللغة العربية، لكن كلامهم العادي مع بعض كان باللغة القبطية. فكان لما يندهوا على بعض لتحري رؤية هلال رمضان كانوا يقولوا وحوي يا وحوي إياح، يعني تعالوا نشوف هلال رمضان. ودي كانت أصل كلمة وحوي يا وحوي إياحة. ودي كانت معلومة على السريع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.